بصلي. تعرف عليك يا فندم؟ على عبد الرأس. يعني كم سنة عندي؟ 22 سنة. 22 سنة. ماشي. قول لي بقى يا عم، أنت تشتكي من إيه؟ معدتي تعبانة شوية. معدتك؟ آه. سامع؟ سامع وشايف، إيه ده؟ إيه علاقة هنا بهنا؟ قول لي يا علي، علي برضه؟ آه. أنت الجزمة ضيقة عليك؟ إيه داخل الجزمة في البيت؟ مش عارف إن راحة البني آدم تبدأ بالكلمة؟ أنا مستريح كده. طيب، مش أنت بتقول معدتك تعبانة؟ طب إيه اللي جاب معدتي للجزمة؟ هو مش الجسم ده اذا تاثر فيه اي عضو بيبقى اثر على الباقي. لا انا مستريح كده، انا بقول لك بطني تعباني. بالراحه، انا لما اسالك على حاجه تجاوبني عليها لو سمحت. ما انا بجاوبك اهو، انت كده مدخل الجسم. انا بسالك الجزمه ضيقه عليك؟ يعني ربط الرباط على وسطك؟ انت حضرتك هتهرج؟ جاي تكشف ولا جاي تهرج؟ انت اللي بتهرج يا دكتور. انا بسالك الجزمه ضيقه عليك؟ قول لي اه او لا. لا مش ضيقه. بس طب ركبك ضيقه عليك؟ اكيد فيها رباط صليبي برضه. عندك روبوت؟ اه مضيقة شوية عشان اعرف اجري. ليس ده الواحد همه ان المريض يخرج من عنده سليم وهم بيهرجوا. لما بتفهموش في الطب بتيجوا ليه؟ بتيجوا ليه تتنيلوا تكشفوا؟ كده ما كانش ما تقدرش؟ مفضل خلاص. اه. اوعيك. اه. حط كف ايدك يلا. طب وايه دخل كف ايدي في بطني؟ انت مالك يا استاذ؟ حط كف ايدك هنا. في اه ترفع البصمات؟ اه زي ما انت قلت. ايه ده طيب؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ احنا ناس ما بنفهمش، احنا ناس ما بنفهم، احنا مش عايز اقول حمير، مش عايز اقول بهايم، ما بنخافش على صحتنا، ما بنخافش على صحتنا. ما انا هخاف على ايه طيب؟ من فضلك انا مش موجه لك الكلام. طب معدتك صح؟ اه معدتي. دي معدتي؟ بقول لك معدتي يا دكتور مش صدري. ماشي. نفسك اقبى عليك لفوق كده؟ لا اقبل تحت. ما فهم من نفس البني ادم تقب عليه لفوق لكن تقب لتحت. طب انا نشوف تحت بقى. يا باشا انت سايب العضو كله اللي هنا انا بكلمك عليه وماشي مع رجليه ومع صدري. يا ابني يا ابني يا ابني التعب اللي عندك ده في معدتك من رجليك ومن صدرك ومن ركبك. يعني انا ما معدتي تتعب نكشف على ظهري؟ حتى صورك بايظه. حتى صورك بايظه. ما انا جاي بقول لك قلب تعبني. نام بقى نام ابوس ايدك. لا اله الا الله. اه سوري وانا عمال مش سامع حاجه ليه؟ خليني يا ابني اكشف. انت كده دكتور؟ ايوه ايوه هوبا ايه وواحد اتنين تلاته ايه وانت بتعمل ايه طيب؟ لو سمحت لو سمحت سمعت انت جاي ما سمعتش فيها سمحت خالص. لا اللي جابك هنا يا ابني المجنونه الله يخرب بيتك يا بصره كل شويه اجيبك من عبر تاني اطلع بره فوق يلا اهدى بس اهدى يا حبيبي اهدى بس ونام نام نام انا ايه طيب بس اهدى بس ونام مش مجنون يا باشا ده واحد مجنون بيتعالج عندي ومن حبه فيا عايز يبقى دكتور نام انت دكتور علينا بس نام بس يا حبيبي يلا نام قول كده كان بيقول لك ايه اصلا كان بيقول لك ايه ده كشف على رجليا وبصدري وكم مره بكشف على ظهري ده مجنون مجنون اوعى وريني اوعى وريني لا ما فيكش حاجه ما فيكش حاجه ممكن تقف خليك اه ممكن تقلع قلع عشان نضف لك نضفت ايه جيب لك الحقنه الشرجيه، الحقنه الشرجيه، الحقنه الشرجيه عشان ننضفه، هننضفك لو تقلع، الحقنه الشرجيه، تعالى يا بصر، هتنضف، 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 أهلا أهلا بيك يا حبيبي نورتني، الله يخليك يا دكتور، اسم حضرتك إيه؟ أحمد محروس، أهلا أمال إيه عندك كام سنة حضرتك؟ 34 سنة حضرتك
وحضرتك شايف يعني هدوم مقطعه ولا حاجه؟ لا يا حبيبي، لا انا عندي حاجه مالهاش علاقه. يعني انا اول مره يعني كده لقيت دكتور كان محترم، وانت شكلك انت شكلك راجل محترم، بس انا ما تضحكش عليا. انا مش بضحك عليك يا ابني. امال ايه يعني؟ اقول لك دي عاده فيا، دي حاجه دي عاده فيا انا. ماشي يا رب. انا مريض كده، انا عندي حاجه حاله مريضه. طب يلا حضرتك هتكشف لي ولا هم؟ انت عندك ايه؟ بتكشف لي بطني وجعان. مش عارف انت حضرتك بتضحك عليا. مفيش حاجه مفيش حاجه مفيش حاجه. انت متجوز؟ برضه حاجه يعني مش انا بقول لك بطني وجعاني، قلت لي انت متجوز؟ ايوه دي لها علاقه. ازاي يعني؟ انا بقول لحضرتك بطني وجعاني، بتكشف على ظهري ليه؟ دي واحده بس، البطن بتسمع في الظهر يا حبيبي. مش كل الأعضاء دي مرتبطة ببعض؟ ده مرتين. معلش معلش. أما نشوف آخرتها إيه؟ يا دكتور أنا بطني وجعان، أنزل إزاي يعني؟ أنزل إزاي؟ تمرين بطني برضه. تمرين بطن، إحنا في الأستاد الرياضي. انزل بس، انزل. انزل كده. ألا؟ لا هون بقى خالص ظهر، حضرتك هتكشف ولا هتتحف؟ يخرب بيتك، انت اللي جابك هنا، انت جننت امي، كل شويه تهرب تهرب، اطلع بره اطلع بره. اهدى 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 بس اهدى. صلى على حضرتك مين يعني؟ انا دكتور محمد زيد، ده مجنون ومريض نفسي وبيتعالج عندي، ومن حبه فيا عندي بقى دكتور فادي عشان خاطر. اهدى بس، انت عايز اعمل ايه؟ انا مش مجنون عشان اهدى. انا عارف يا عمي، انا دكتور، انا مش مجنون. هو اللي مجنون مش انت. اهدى بس اهدى بس، عمال يكشف على ظهري ويقول لي المدام حامل. ايه اللي دخل ده يعني؟ ربنا ينتهينا بالسلامه جميعا. انت اسمك ايه بس؟ اهدى بس، صلى على سيدنا. اهدى بس، اسمي احمد محروس. احمد محروس؟ احمد محروس. ده باين عليه مجنون هو كمان. لا يا راجل مش مجنون، اصل اسمي طبعا كلام حاجة. محروس ايه؟ هو انا مش انا بس. ايه ده بس؟ امال في ايه يا دكتور؟ ايه ده بس؟ فين بدل المستشفى؟ والله انا اديك الفيزيتا واديك كل حاجة واديك العلاج وكل فيزيتا ازاي يعني؟ انا اديك التذكرة، ما تتكلمش بقى. ايه ده، صلى على سيدك النبي بس. ما فضلش. عليه الصلاة والسلام. قوم بس قوم بس. قمت عايزك تقلع. انا مش هقول انا جاي اهو، انا جاي مستشفى مجانين ولا ايه؟ اديك الحقنه الشرجيه في التوته. الحقنه الشرجيه التوته ازاي يعني؟ اسمع، الحقنه الشرجيه عشان تنضف. هتنضف 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 هتنضف. انت بتشتكي من ايه؟ بطني يا دكتور. مالها بطنك؟ بتمسك عليا كده. بتمسك فين؟ بتمسك عليا. طب ممكن اكشف عليك؟ ايه ده؟ انت خاطب؟ ايه اللي دخل ده بده يا دكتور؟ ده سؤال علم نفس. انت خاطب؟ لا مش خاطب. ولا متجوز؟ لا مش متجوز. هو ايه اللي دخل ده بده يا دكتور؟ يا ابني سيبني انا هكشف على النبض بتاعك. يا صدق الساعتين متوافقين. ايه اللي دخل ده بده؟ بس خد بس، قول اه. اه كمان اه. اه كمان اه جامده. ايه اللي دخل ده بده يا ابني؟ انت بتشتكي من الالم في هنا؟ اه. ايه ده؟ يا ابني ده اسلوب العلاج الجديد بتاعي، انت ما تعرفش ان ده علاج. علاج ايه يا دكتور؟ يا ابني انت لازم تكون واثق في الدكتور بتاعك، العلاج الميتافيزيقي بتاعي هو اللي هيروق. ده علاج يا دكتور؟ شوف يا ابني، الحالة بتاعتك دي حالة مستعصية، بس ان شاء الله انا اللي هعالجك. وريني علاج ايه يا دكتور؟ وريني. ايه ده ايه ده؟ ايه ده شوية بس كده. ايه ده؟ يا سلام. ايه دخل ده بده؟ يا سلام، تعالى كده. واحد اتنين. انت بتعمل ايه يا دكتور؟ بعالجك علاج طبيعي. علاج ايه يا دكتور؟ علاج. ايه اللي دخل ده بده؟ يا ابني اسمعني، الله يرفع عليك. استنى بس. ايه ده؟ انا هشوف بتاعك. الحرارة ده. ايه ده؟ ايه ده؟ تصدق؟ يا ودنك حلوة قوي قوي. يا بس انا بتعمل هنا، الله يخرب بيتك. وانا كل مرة اجيبك من عمرو شك اطلع بره. بره يا مجنون يا بنت المجنونة. ده مريض نفسي وبيتعالج عندي اصلا. انا مين حضرتك؟ انا الدكتور محمد وبيتعالج عندي، ومن حبه فيا عايز يبقى دكتور. فانت اهدى معلش، حقك عليا، ما تجيبش سلعه عشان خاطر ربنا قدام حد. ما ينفعش يا دكتور. خلاص اهدى بقى، عايز تذكره خدها. مجنون ابن مجنون. اهدى بس اهدى بس اهدى اهدى. ريلاكس، خليك ريلاكس خليك ريلاكس خليك ريلاكس. ايه ده؟ ما خليك شوف عليك. ايوه
ايه ده بس ايه ده؟ عندك كام سنة؟ 21. اسمك ايه؟ كمال. اسمك ايه؟ قول كمال. كمال ايه؟ قول كمال ليس. طب اقف كده، ممكن تقلع؟ قلع يا دكتور. اقلع البنطلون عشان اديك الحقنة الشرقية. ايه اللي دخل ده يا دكتور؟ عشان تنضفه. الحقنة الشرقية. قلت ايه يا دكتور؟ الحقنة الشرقية عشان تنضفه. قلت ايه يا دكتور؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ اقف ما تنضفش. حقن ينضف. حقن ينضف. حقن ينضف. ايه ده؟ حقن ينضف. حقن ينضف. رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. الكاميرا خفية ولا في رمضان؟ مالك متعصب ليه؟ كل سنة وانتم طيبين. وانتم طيبين. ودي الكاميرا ايه؟ والاستاذ فتحي سعد طبعا. رمضان كريم. كل سنة وانتم طيبين. وانت طيب يا باشا. أم الترابيزة ولا تعوض على بيت فتحي. وكل سنة وانتم طيبين. كاميرا خفية والكاميرا ايه؟ ايه يا عم؟ مستعفى علينا ليك كده؟ اتعوضت؟ كل سنة وانتم طيبين.